شو القوة المؤثرة على الجسم؟ أول قوة مؤثرة عليه هي قوة الوزن. الوزن اتجاهه دائما لوين؟ للأسفل. إذن هذا هو W. W بتساوي 40. القوة الثانية اللي بتأثر على الجسم أثناء دورانه في هاي الحالة هي قوة التنشن، الشد. هو الجسم مربوط بالخيط، وهي اتجاه التنشن مع اتجاه الخيط. إذن هذا هو اتجاه T. الزاوية حكينا 37 درجة. طيب، عينا القوة. بعد ما نعين القوة شو الخطوة اللي عندنا؟ نرسم محاور مناسبة. محور لازم المحاور الاثنين لازم يتلاقوا أو يتقاطعوا بزاوية 90 درجة عند الجسم نفسه. هون بدي أرسم المحاور على الجسم. محور X بيكون منطبق على السنتر، هذا هو C، والمحور العمودي عليه بيكون باتجاه المماس بهذا الشكل. فإحنا راح نسميه إيش؟ راح نسميه T. خلينا نعتبر أو نفترض مثلا أن اتجاه الحركة هيك كان على سبيل المثال. أوكي، بنلاحظ الآن بعد ما رسمنا المحاور أنه في عندي قوتين، التنشن والدبليو، وأنه التنشن قوة منطبقة على المحاور، وبالتالي ما راح أبلش فيها، ما راح أحللها. لكن الوزن غير منطبق على المحاور، لا منطبق على المحور C ولا منطبق على المحور T. إذن الدبليو هاي لازم إيش؟ لازم تتحلل، لازم تكون منطبقة على المحاور، وإلا لازم نحللها. لما نحلل هاي القوة راح نحصل على مركبتين. مركبة راح تكون هون بهذا الاتجاه، ومركبة راح تكون بهذا الاتجاه. الوزن راح يكون واحدة منهم على T وواحدة منهم على C، لأنه بنعرف إن المركبات بيكونوا دائما حوالين القوة اللي إحنا بحللها. لما حلل W واحدة راح تيجي هون وواحدة راح تيجي لهناك على المحاور اللي هم حواليها. عشان نحلل بدنا نعرف الزاوية كم. فلو مديت هذا الخط بهذا الشكل، طبعا هاي الزاوية اللي هون هي زاوية قائمة 90 درجة، وأنا عندي هون 37 درجة، إذا راح تكون الزاوية اللي هون أيضا 37 درجة. الزاوية اللي هون نفس الزاوية اللي هون مع T، لأنه هاي الزاوية اللي هون قيمتها راح تكون 53، راح تكملها على 90، فأنا بدي أكملها على 90، فهون 37 درجة نفس الزاوية المعطاة في السؤال. الآن بنحلل هاي الويت، هون راح يكون مع الزاوية 37 مجاور لها راح يكون W تساوي 40 اللي هي الوزن نفسها في كوساين 37، وعلى هذا المحور اللي هون هاي راح تكون 40 في ساين 37. تمانية بالعشرة في 40 راح تطلع هاي 32، وهاي راح تطلع 24، وخلص W هاي خلص تحللت راحت. إذن لأنه W مش منطبقة على المحاور حللناها باستخدام الزاوية المعطاة في السؤال. ممتاز. بعد ما حللنا الآن منطبق على القانون. طبعا ما في قوة عمودية على مستوى الدائرة، فمنطبق على القانون مباشرة، وبنحكي مجموع F تساوي MV تربيع على R. هاي F اللي باتجاه السنتر، لأن هذا هو محور السنتر، هذا هو C axis. كم قوة في عندنا؟ انتبهوا كويس، في عندي قوتين، هاي هم تنتين. أول قوة هي T، T أصلا منطبقة على المحور بدون ما نحللها. والقوة الثانية المنطبقة على المحور هي الجزء اللي أجا من W، اللي هي إيش؟ اللي هي 24 نيوتن. إذا رح يكون عندي T زائد 24، هدول مع بعض باتجاه السنتر، يساوي الماس تاعت الجسم هي 4 والفي حكينا 6 والR.8، هذا رح يطلع 180 اللي هون نفس ما حسبناه بأول حالة. لو نقلنا هاي هون راح تصير ناقص T تساوي 180 ناقص 24 راح يطلع 156 نيوتن. إذا هذا هو التنشن في هاي النقطة. أوكي، طيب الآن لو كانت النقطة المطلوبة نفس الحالة اللي هون، بس مش فوق خط المنتصف، تحت خط المنتصف، يعني في هذا المكان مثلا، كيف راح يتغير الحل؟ في الامتحان غالبا بيجي واحدة منهم، إذا بيجيب حالتين بحكي لي top and bottom، في الأعلى والأسفل على سبيل المثال. لو افترضنا هاي الجسم موجود هون بهذا الشكل، شو بنعمل في هاي الحالة؟ بنقول أول خطوة بنحدد القوة المؤثرة على الجسم، في عنا W بهذا الشكل قيمتها 40، وفي عنا التنشن باتجاه الخيط، هذا هو T.
لنفترض أعطانا الزاوية هاي اللي هون قيمتها 30 درجة على سبيل المثال. منلاحظ بعد ما عينا القوة إنه لازم نحط المحاور على الجسم ونحلل القوة الغير منطبقة على المحاور. هذا محور C ومحور العمودي عليه بهذا الشكل هو محور T. T منطبق على المحور محور C، لكن W لا منطبقة على C ولا منطبقة على T. T جاية بينهم. أنا الآن بهمني الزاوية تبعت W عشان نعرف نحللها. خلينا نشوف هذا الخط اللي هون وهذا الخط اللي هو تاع W هو خطين متوازيين، اثنين اتجاههم للأسفل. W وهذا الخط للأسفل، وهذا خط واحد بيقطعهم. يعني الزاوية اللي هون رح تكون هي نفس الزاوية اللي هون. هذا بنسميه التناظر. تناظر. هاي الزاوية نفس الزاوية هاي، إذا حتكون الزاوية اللي عندي هون هي 30 درجة. لو كان في خطين بهذا الشكل، الزاوية اللي هون هي نفس الزاوية اللي هون. هذا اسمه التناظر. طبعا هاي هي الحالة الرابعة في سؤالنا أو البوزيشن الرابع في السؤال. الآن بدنا نحلل الدبليو. جزء رح يجي هون، هاي رح تكون 40 ساين ولا كوساين 30. انتبهوا 30 ملاصقة لمحور سي، فالمركبة اللي بعيدة عنها بتكون ايش؟ بتكون ساين، ساين 30. يعني هاي رح تطلع 20. والجزء اللي هون رح يكون 40 في ساين في كوساين، عفوا لأنه ملاصق للزاوية، كوساين 30 رح يكون الناتج بيساوي تقريبا 36 أو 35. حسبها بدقة. أربعة وثلاثين بوينت ستة، يعني تقريبا أخليها 34.6، يعني 35 تقريبا. أوكي، وهاي خلص الدبليو تحللت. فصار في عندنا الآن على محور السي، محور السنتر، صار في عندي قوتين، التي اتجاه مع السنتر، وصار في عندي ال 34.6 هاي عملها بتعاكس في اتجاه السنتر. والعمودية هاي ما بنبلشش فيها، بنتركها في حالها. فبنحكي الآن مجموع F يساوي M V تربيع على R، لأن القوة اللي باتجاه السنتر تنتين، التي مع السنتر بتكون موجبة، وال 34.6 هي عكس السنتر زي ما احنا شايفين هون، خارجة من السنتر، فبعتبرها سالبة. ناقص 34.6 بيساوي M V تربيع R، حكينا في سؤالنا هي 180. لو نقلنا هاي هون راح تصير زائد، راح نحصل على T تساوي 180 زائد 34.6، راح يطلع الجواب 114.6 نيوتن. تمام. خلينا قبل ما ننتقل للبوزيشن الخامس والأخير في هذا المسألة، خلينا نرجع للحالة الثالثة هاي، وبعديها راح نشوف نفس الشيء على الحالة الرابعة. لو طلب مني مثلا نحسب الـ AT، لو طلب نحسب AT، لو كان السؤال هيك، نفس السؤال هاد، جاب لي هاي الرسمة، حكى لي ايش؟ Find AT. ايش راح يصير عندنا؟ AT هي التسارع المماسي للجسم بهذا الاتجاه، باتجاه المماس. فبنحكي سيجما اف تي تساوي ام في اي تي. طيب ايش هي القوة الان اللي باتجاه المماس؟ القوة اللي عندنا هي 40 كوساين 37. هون احنا كاتبين دبليو لحالها ما بصير، لازم نكتب دبليو في كوساين 37 بهذا الشكل، 40 كوساين 37. فالقوة اللي باتجاه المماس هي 32، 40 كوساين 37 بعد ما حللنا الدبليو نفسها. إذا راح يكون باتجاه المماس عندي قوة واحدة بس، 32. طب هاي 32 مع اتجاه الحركة، مع اتجاه الحركة، إذا بعتبرها ايش؟ بعتبرها موجبة، يساوي M، M اللي هي 4 في AT. إذا AT شو راح تساوي؟ 32 على 4 يعني 8 متر بير سكند سكوير. هاي هي قيمة الـ AT لو طلبها منا.
بس أنا حابب قبل ما ننتقل للفرع أربعة ونحلها مرة أخرى، حابب إني أحل نفس المسألة لكن بالرموز، نحلها بالرموز. شو رح نشوف؟ لو طبقناها نفسها بالرموز رح نحكي إنه مجموع FT تساوي M في AT. القوة اللي باتجاه المماس هي W كوساين ثيتا، صح؟ والW هي عبارة عن MG، فبدي أكتبها M في G في كوساين 37 درجة يساوي M في AT. لو اختصرنا الآن الماس مع الماس رح نحصل على AT تساوي الجي نفسها الجاذبية مضروبة في كوساين 37 درجة اللي هي الزاوية اللي هم. إذن AT هي نفسها الجي لكن مضروبة في إيش؟ في كوساين. تمام تمام، خلينا نطبق نفس الحكي على الحالة اللي هون. لو كان طالب مني مثلا أحسب الـ AG شو بنعمل؟ خلينا نعتبر اتجاه الحركة هو نفسه بهذا الشكل. بنقول لو حاكي لي find AT على سبيل المثال، بقول مجموع FT يساوي M في AT، لأن القوة اللي باتجاه المماس هي محور T، هذا هو T. القوة اللي هي هاي اللي هي 40 ساين 30 اللي هي نفسها 20، راح تكون 20 الماس اللي هي 4 في AT. إذا AT راح تساوي 20 على 4 يعني 5 متر بير سكند سكوير. بالرموز 40 اللي هي MG في ساين 30 تساوي M في AT. الماس بتروح مع الماس، إذا AT تساوي G اللي هي 10 اللي هي G في ساين 30، هون كوساين هون ساين حسب الزاوية اللي احنا اخترناها. إذا هذا الحكي متى بستخدمه؟ لو طلب منا في السؤال، لو طلب منا في السؤال نطلع قيمة الـ AT، قيمة الـ AT. أوكي تمام. الآن البوزيشن الخامس والأخير اللي راح نشوفه لما يكون الجسم موجود على نفس مستوى السنتر اوف ذا سيركل، يعني هيك. هاي الجسم هون افقي. هذا نفس الحل رح يكون لو كانت الدائرة اللي عندنا أصلا هي دائرة أفقية، هاي vertical circle، هاي horizontal circle، دائرة أفقية. الحل رح يكون نفسه، أي مكان بيكون فيه الجسم موجود في حالة الحركة الدائرية الأفقية أو في حالة الحركة الدائرية العمودية لما يكون فيه المنتصف هون، رح يكون لهم نفس الحل. شو رح نعمل في هاي الحالة؟ رح نعين القوة المؤثرة على الجسم. في عنا W اللي هي 40، وفي عنا التنشن اللي هو باتجاه الخيط اللي هو T. بعد ما نعين القوة نحط المحاور، هذا محور C center، هذا محور T. بعدين نحكي كل القوى منطبقة على المحاور، ما في تحليل هون، مجموع القوى اللي باتجاه السنتر بتساوي MV تربيع على R. القوة اللي على خط السنتر بس واحدة لحالها اللي هي T، ما عندي غيرها على محور السي، أنا هون شغلي على محور السي بس، فإذا بس T، وموجبة لأنها مع السنتر مش عكسه. MV تربيع R حكينا 180 في هذا المثال، إذا خلص T تساوي 180 نيوتن. لو كان طالب منا في السؤال AT شو بنحكي؟ مجموع F باتجاه التانجنت باتجاه المماس بيساوي M في AT. القوة اللي باتجاه المماس هي التانجنت هيك. لو فرضنا الحركة بهذا الشكل بدها تكون مع اتجاه الدوران، يعني بدها تكون موجبة. لو الحركة كانت بالعكس بدها تكون هاي سالبة. إذا رح يكون في عنا 40، قوة اللي باتجاه T هي فقط 40، الماس اللي هي 4 والAT اللي احنا بدنا اياها. اذا AT ايش راح تكون في هاي الحالة؟ AT هي 40 على 4 يعني 10، 10 هاي يا شباب هي نفس قيمة الجاذبية، هي قيمة الجي.
لو حليناه بالرموز راح نحكي انه W اللي هي MG بتساوي M في A T. M مع ال M بتروح, اذا AT تساوي G, يعني 10 هي نفسها. اوكي تمام. الان قبل ما ننتقل لمثال 2 ونشوف, بدي انا احل امثله اخرى على نفس المثال اللي احنا حليناه. يعني ما راح احلها بالتفصيل, بس راح اورجيكم لو كان المثال مثال اخر مطلوب حله هو بالضبط نفس حل المثال تاعنا اللي هو الجسم مربوط بحبل وبيدور في دائره عموديه. لنفترض مثلا اجانا سؤال بيحكي لنا انه في عنا في الملاهي هاي السياره اللي بتتحرك بهذا الشكل, او العربه او الدراجه اللي بتتحرك بهذا الشكل, هيك دراجة لنفترض, تتحرك هيك راح تطلع فوق وتنزل بسرعة تطلع لهناك. مطلوب منا نحسب كم مقدار النورمال فورس المؤثر عليها وهي في هذا المكان, هي هون فوق, لأنه هي موجودة فوق في الأعلى. شو القوة المؤثرة عليها؟ الدراجة بتدخل سريعة بتلف بسرعة, طبعا الماس والراديوس والفي هذول كلهم بيكونوا معطيين معنا, كلهم موجودين. الراديوس اللي هي المسافة, والماس بتكون معطاة, والسرعة بتكون أيضا معطاة تاعت الدراجة أو تاعت الجسم اللي بتحرك. الجسم هو موجود فوق, القوة المؤثرة عليه الوزن, الويت W, وأيضا النورمال فورس اللي أنا عندي هون سطح, والسطح هذا الجسم بيتحرك أسفل ومن تحت, فبيعمل نورمال فورس لوين؟ نحو الأسفل. إذا في عندنا هون نورمال فورس تنتين, لأن هاي الحالة بالضبط زي الحالة الأولى اللي أخذناها في المثال السابق, زي هاي الحالة, هاي زي هاي. لما حكينا الجسم كان وين؟ at the top of the circle, طلعوا, بس بدل ما يكون القوة اسمها T tension صار اسم القوة normal force. ففي عندي هون قوتين نحو السنتر, وأنا عندي هون قوتين نحو السنتر تاع الدائرة. إذا كيف راح يكون الحل؟ هيك مجموع القوة اللي باتجاه السنتر MV تربيع على R, القوة اللي نحو السنتر هي W زائد ال N. إذا راح يكون عندنا إيش هون؟ N زائد W يساوي MV تربيع على R, نفس الإشي. وبننقل W على الطرف الثاني ونطلع قيمة النورمال فورس, هذا هو الحل تماما. فهيك مسألة هي زي هاي نفسها بالضبط. خلينا نشوف شكل آخر للمسائل. لو كان حكي لنا مثلا انه في طيار راكب بهوليكوبتر او في طائرة حربية اي شيء, وهذا الطيار حب يعني يعمل هيك يخمس بالهواء, يعمل دوائر زي هيك. الآن السؤال, سؤالنا مش عن الطائرة نفسها, سؤال عن الطيار اللي قاعد جوا الطائرة. الطيار قاعد طبعا على كرسي, شو القوة المؤثرة على الطيار نفسه؟ القوة المؤثرة عليه هي وزنه لما يكون تحت هون, والنورمال فورس اللي عليه. لأن هاي الحالة لما يكون الطيار في المكان المنخفض هون, القوة اللي عليه النورمال فورس وإيش؟ والوزن. هاي هل بصير أقول في هاي الحالة إنه النورمال فورس يساوي W فوق بيساوي تحت؟ اتفقنا إنه هذا غلط, ما بصير, لأن القوة اللي فوق بيساوي القوة اللي تحت بس في حالة القوة العمودية على مستوى الدائرة. هاي مستوى الدائرة, هاي كلها مستوى الدائرة. فإذا في قوة عمودية عليها هيك للأعلى أو للأسفل, عمودي على الدائرة, أما هاي لا, هاي نحو السنتر تاع الدائرة, نحو مركز الدائرة, وبالتالي هاي القوة ليست عمودية على الدائرة, هاي بالعكس هاي مع اتجاه مركزها. إذا إن لا تساوي W. لكن هاي الحالة يا شباب هي بالضبط نفس الحالة اللي هون, نفس هاي لما كان الجسم وين موجود؟ في القاع, هي في القاع. فالتي لفوق والW لتحت, الN لفوق والW لتحت, إذا نفس الحل الموجود هون تماما, بس بدل حرف التي تحط حرف الN ونفس الحل بيكون تماما. يعني هون رح نحكي التي
كانت موجبة لأنها مع مركز الدائرة، والأربعين كانت سالبة لأنها عكس الدائرة. هون نفس الإشي، ال N مع مركز الدائرة راح تكون موجبة، ال W عكس الحركة راح تكون سالبة، كله بيساوي M V تربيع على R. نفس القانون اللي هون تماما، نفس اللي عملناه هون، T ناقص W بيساوي M V تربيع على R، نفسها. إذا لو كان السؤال بهذا الشكل هو نفسه هذا السؤال، ما في اختلاف، الاختلاف الوحيد بينهم بس اسم القوة، بدل ما يكون اسمها T صار اسمها N أو العكس. طب لو جاب لي مثلا الطائرة هيك، نفس الطيار هذا هون موجود، وبالتالي الطيار هو في هذا المكان هون، القوة المؤثرة عليه هي وزنه للأسفل، والنورمال فورس هيك، لأن الطائرة نفسها في حالة ميلان. هاي مركز الدائرة هون، ايش بنقول؟ بنقول انه هاي الحالة نفس الحالة اللي هون، نفس هاي، هاي نفس هاي، نفسها تماما. ايش بدنا نعمل؟ بدنا نحط محاور على الجسم طبعا، هاي محور السنتر، هاي العمودي على السنتر، نلاقي ال W هاي زي هاي، جاية بين محور C وبين محور T، بين السي وبين التي. فشو لازم نعمل فيها؟ لازم نحلل. W راح يجي جزء منها على هذا المحور هون، لو افترضنا هاي هي ثيتا، W كوساين ثيتا، راح يكون في عندي جزء جاي هون اللي هو W في ساين ثيتا بهذا الشكل، وهاي خلص راحت. الآن ايش راح يكون عندي على محور السنتر، على محور السي، على هذا القانون اللي هون؟ راح يكون في عندنا بدل ما نحكي تي راح نحكي ان، قوة اسمها نورمال فورس، نفس الحل تماما. إن مع اتجاه المركز راح تكون موجبة، W كوساين، W كوساين راح تكون عكس المركز راح تكون سالبة، إذا إن ناقص W كوساين اللي كانت هون قيمتها 34، بس بدل T شو بنحط؟ بدل T بنحط إن، نفس الحل تماما. لو كان طالب منا في السؤال نحسب AT، نفس المسألة، سيجما F باتجاه التانجنت بتساوي M في AT، نفس الحكي بنطبقه هون. ايش هي القوة اللي باتجاه الـ AT عندنا؟ W sin ثيتا. شو القوة اللي هون باتجاه الـ T؟ اللي هي W في sin ثيتا. إذا نفسها W اللي هي MG sin ثيتا بيساوي M في AT، بطلع نفس الجواب، AT تساوي G في sin الزاوية حسب قيمة ثيتا اللي عندنا. إذا اللي أنا بدي أحكي لكم إياه من هاي الملاحظة، إنه هاي المسألة اللي إحنا أخذناها على الخيط أنا حبيت أفصل فيها وأخذ الحالات المختلفة فيها، انها ممكن تتكرر معنا باشكال اخرى، نفس السؤال نفس الحل بس ايش اسم المساله مختلف. نورمال فورس، الطيار راكب بطائرته بلف فيها، طيار راكب بطائرته نفس حال الجسم مربوط بخيط، الجواب اه نفس الاشي، بس اسم القوه بتغير، بدل ما هي تي بصير اسمها ان. هذا يا شباب هو ما يتعلق بهاي الحاله، هذا المثال اللي هو جسم مربوط بخيط والامثله الشبيهه له. خلينا الآن ننتقل لفكرة أخرى، مسألة ثانية. Example. هذا المثال موجود في الكتاب على شكل problem، شكل سؤال من أسئلة نهاية الشابتر. هلا بعطيكم ما رقمه، هو problem واحد، أول problem في الكتاب، problem رقم واحد. لحظة شوي، لا مش problem واحد، كيف الطبعة؟ هيو problem 54، problem 54 يعني هاي بتشمل problem واحد، وبتشمل كمان problem تانية اللي هي problem 39. هاي يعني 54 بتشمل واحد و 39 مع بعض، 54 حكينا. اذا problem 54 chapter 6
بذكركم انه احنا بنشتغل عمالنا بالطبعة التاسعة. السؤال بيحكي لنا انه في عندنا طاولة تيبل بهذا الشكل، وهاي الطاولة فيها فتحة صغيرة هون في المنتصف، وهاي الفتحة مررنا منها حبل، وربطنا فيها جسم صغير بسموه بك. قطعة صغيرة هيك. هاي القطعة ميزتها انها ملساء، يعني ما بتعمل احتكاك مع الطاولة، يعني بتلف على الطاولة او بتتحرك عليها بدون ما يكون في احتكاك. هذا الخيط الان نزلناه من الفتحة هاي تحت وربطنا فيه هون ايش؟ جسم اخر. هاي M1 وهاي M2. في الكتاب مش حاطط ارقام، انا بحط ارقام من عندي. بدنا نعتبر انه M1 مثلا بتساوي نص كيلوغرام، و M2 بتساوي على سبيل المثال 1 كيلوغرام. هاي 1 كيلوغرام وهاي نص كيلوغرام. لاحظوا انه بالوضعية هاي اللي قدامنا اللي رح يصير انه M2 رح تنزل لتحت ورح تجر معاها M1. فعلشان نضمن انه M1 ما تنسحب ما تنزل و M2 تجرها، شو نعمل؟ مسكنا M1 ودفعناها بهذا الشكل بحيث انها بدأت تتحرك كيف؟ في مسار دائري على سطح الطاولة. اذا M1 شو بتعمل؟ بتدور على سطح الطاولة. الراديوس تاع الدائرة اللي بتتحرك فيها M1 على سبيل المثال خلينا نعتبره 20 سنتيمتر بهذا الشكل. المطلوب في السؤال اذا المعطيات اللي يعني هي بس M1 و M2 والراديوس تاع الحركة الدائرية، والسطح هذا زي ما اتفقنا ايش ماله؟ فريكشن لس، يعني عديم الاحتكاك، سموث، ما في احتكاك هون. نحكي واضح جدا انه جزء من الحركة اللي عندنا هي حركة دائرية، وبالتالي بدنا نطبق قوانين الحركة الدائرية وخطوات حل المسائل على الحركة الدائرية. وزي ما احنا عارفين اول خطوة بنعملها في حل المسألة هي اني اعين القوى المؤثرة على الجسم او الاجسام لما يكونوا اكثر من واحد. نبدا في M2. شو القوة اللي على M2؟ واضح انه M2 جسم ما بيتحرك حركة دائرية. في احسن احواله رح يتحرك لفوق او لتحت، لكن ننتبه لشغلة. لو كانت الجسم اللي هون M1 بيقترب من مركز الدائرة، بيقرب يعني نصف القطر بتاعه قاعد بيقل، فهذا الجسم معناته انه بينزل لتحت، بيتحرك لتحت وبيجر مع الجسم اللي فوق. ولو الجسم اللي هون كان بيتحرك بعيد عن المركز، يعني هاي الدائرة بتكبر، يعني السرعة قاعدة بتزيد أثناء الحركة، بصير يبتعد الجسم أبعد. M2 بصير تطلع للأعلى لفوق، تتحرك نحو الأعلى. وفي هاي الحالة إيش بنقول؟ بنقول إنه هاي حركة دائرية غير منتظمة. أما إذا كانت الحركة الدائرية منتظمة زي سؤالنا هيك إنه هاي يونيفورم سيركولار موشن، فهذا الجسم رح يمشي بسرعة ثابتة، رح يدور بسرعة ثابتة. سرعة ثابتة معناها إنه لا رح يقرب ولا رح يبتعد من الفتحة اللي هون، وبالتالي الراديوس رح يكون ثابت. وبالتالي لما الجسم هذا لا يقترب ولا يبتعد، إذا هذا M2 رح يكون إيش؟ رح يكون جسم معلق، لا رح يطلع ولا رح ينزل، رح يكون إيش؟ suspended، يعني جسم معلق. إذا لا طلوع ولا نزول، يعني جسم متزن M2 فعليا. إذا القوة اللي عندنا على M2، مش نعين القوة على الجسم أول إشي، M2 القوة اللي عليه هي الوزن اللي هي 1 كيلوغرام، فحيكون وزنه بيساوي 10، W بتساوي 10 نيوتن. أيضا رح يكون في عندنا التنشن، الشد في الخيط T اللي هون نحو الأعلى. إذا في عندنا قوتين. لاحظ إنه M2 جسم معلق في الهواء، فما في عليه نورمال فورس ولا في عليه فريكشن فورس. إذا قوتين T و W. خلينا نروح على M1 الجسم اللي على الطاولة فوق. طبعا واضح انه M1 في لها وزن وفي نورمال فورس عليها لانها ملامسة لسطح الطاولة، لكن لو رسمناها هيك بتجرد لحاله، هي M1 هاي لحالها، هيك الويت تاعها، وهيك النورمال فورس اللي عليها، وهيك اتجاه التي اللي بعملها بتسحب فيها نحو مركز الدائرة. الان هاي القوة المؤثرة عليها. انا مين بيهمني؟ انا بيهمني القوة اللي باتجاه الدائرة، باتجاه المركز. يعني احنا لما نحط محاور رح يكون هذا هو السي زي ما سميناه قبل شوي. هذا ايش رح يكون؟ التانجنت؟ لا طبعا التانجنت هيك رح يكون،
هي التانجنت وهيك السي بهذا الشكل. هذا اللي كنت أحكي لكم عنه من بداية الشابتر اللي هو المحور العمودي على مستوى الدائرة، هي الدائرة هيك. فإن دبليو بالنسبة للجسم الأول عمودي على مستوى الدائرة، فبقدر أطبق عليهم إنه القوة اللي فوق بتساوي اللي تحت. إذن في هاي الحالة، في حالة M1، N تساوي W1 اللي هي نص كيلوغرام، يعني وزنها راح يكون 5. إذن W1 بتساوي 5. إذن كم النورمال فورس بتساوي على هذا الجسم؟ بتساوي 5. لكن احنا بنعرف ان النورمال فورس انا ما بتهمني، بتهمني بس في حالة وجود احتكاك عشان احسب الاحتكاك منها. إذن N و W1 بيساوي بعض، لكن انا بيهمني القوة اللي على مركز الدائرة اللي هون. إذن T هي اللي بتهمنا هون. صفة عندنا بعد ما حللنا المسألة انه في عندي على مركز الدائرة قوة واحدة فقط هي T، عندي قوتين عمودية على مركز الدائرة، هذا الجسم الأول. الجسم الثاني في عندي قوتين بيأثروا عليه. إذن الخطوة الأولى انتهت، حددنا جميع القوة المؤثرة على الجسم. الخطوة الثانية حددنا محاور، واضح انه محور السي والتي القوة منطبقة على السي، ما في داعي نحللها. وهون القوة منطبقة على محور الواي، أيضا ما في عندنا تحليل. بقي عندنا نطبق في القانون، قانون الحركة الدائرية وقانون القوة المتزنة اللي هي فوق بساوي تحت. لو بدينا بM2، M2 هل بقدر أطبق عليها القوة اللي فوق بتساوي القوة اللي تحت؟ الجواب نعم، هذا بنطبق على القوة اللي فوق بتساوي اللي تحت، لأنه ما في M2 مش قاعد بدور. لو كان M2 نفسه قاعد بدور ممنوع أحكي فوق بساوي تحت، لأنه هاي القوة إيش؟ عمودية على، بتكون باتجاه السنتر. لكن في حالتنا هون هاي الدائرة، الدائرة فوق على سطح الطاولة، الدائرة هي سطح الطاولة هيك فوق، والجسم معلق هيك فوق وتحت التي، فهو عمودي على مستوى الدائرة هذا الجسم لو كانت حركته هيك. هاي القوة عمودية على مستوى الدائرة بدون شك. إذن شو بنحكي بالنسبة لهذا الجسم؟ إنه مجموع القوة اللي فوق بتساوي مجموع القوة اللي تحت. القوة اللي فوق هي التي، القوة اللي تحت هي الويت اللي هي 10. إذن التي كم بيساوي؟ التي بيساوي 10 نيوتن. تي تساوي 10 نيوتن. طبعا هيك مسألة، إيش المطلوب في السؤال؟ مطلوب في السؤال الشد في الخيط، مطلوب في السؤال نطلع قيمة السرعة اللي الجسم قاعد بدور فيها. مطلوب الشد في الخيط والسرعة تاعت الجسم. الآن هاي المطلوب، تي طلعت مباشرة. من وين عرفنا تي؟ من الجسم السفلي المعلق مباشرة، القوة اللي فوق بتساوي اللي تحت، عرفناها على طول. ضل عندنا مين؟ ضل عندنا السرعة. أني سرعة؟ سرعة مين؟ السرعة اللي إم1 قاعد بدور فيها على الطاولة، مش أثناء دوران فيه له سرعة. كم هاي السرعة مقدارها؟ فمنحكي بعد ما طبقنا اللي فوق بساوي اللي تحت، بقيت عندنا الخطوة الأخيرة في الحل، هي أنه مجموع القوة اللي على محور الدائرة بتساوي M في تربيع على R بهذا الشكل. الآن القوة اللي باتجاه السنتر تاع الدائرة، باتجاه السنتر بس التي لحالها، واتجاهها نحو السنتر مش خارج السنتر، إذن راح تكون موجبة بس التي فقط. الـ N والـ W عموديات على مستوى الدائرة، ما بطبقهم في هذا القانون. M اللي هي الماس، طب أني ماس أخذ M1 ولا أخذ M2؟ M هي كتلة الجسم اللي قاعد بدور، أنا بتكلم عن محور الدائرة، الحركة الدائرية هون. الجسم اللي قاعد بدور هو M1، M1 قيمتها نص ضرب ال V اللي أنا بدي إياها، سرعة دوران الجسم. R الراديوس معطيني 20 سنتيمتر، لو حولناها لمتر مقسم على 100 يعني 0.2. لكن ال T عرفناها من هون، T بتساوي 10 نيوتن. ممكن واحد يعترض يقول بس هاي تي لهذا الخيط، شو بنحكي؟ انه الخيط اللي هون والخيط اللي هون هو نفسه خيط واحد، وبالتالي التنشن بيكون فيه متساوي. اذا التنشن هاي هي نفس التنشن اللي هون، ما في اي فرق بينهم. اذا بنعوض هون 10، فصار عندي نص تقسيم 0.2 اللي هي 2.5 في تربيع بيساوي 10. اذا في تربيع تساوي 20 على 5 يعني 4، إذا V تساوي 2 متر بير سكند. هاي هي السرعة اللي الجسم قاعد بدور فيها. أوكي، المسألة بسيطة. لو كان مثلا
معطينا التنشن تي بتساوي مثلا 150 نيوتن، والماس بتساوي 2 كيلوغرامز، والرياديس بتساوي 60 سنتيمتر على سبيل المثال. بحكي لنا find speed of object، معطيني هون الزاوية بتساوي 53 درجة على سبيل المثال، وهاي vertical circle، vertical circle دائرة عمودية. شو بنعمل في هاي الحالة؟ تماما، يعني هون السؤال جاي بالعكس نفسه، بس بالعكس نفس السؤال الأول اللي حليناه. بنعين الويت W، الW راح تساوي 20 نيوتن، في عندي تنشن بهذا الاتجاه. بعد هيك بنحط المحاور محور السنتر، وهذا وفي محور العمودي على السنتر اللي هو محور التي بهذا الشكل. الزاوية اللي هون راح تكون 53 درجة نفسها. راح نمسك بعدين الويت بنحلله، راح يكون في عنا هون 20 في كوساين 53، وهون راح يكون في عنا 20 في ساين 53، وهاي خلص بعد التحليل راحت. فنحكي بالنسبة لمحور السنتر سيجما اف تساوي ام بي تربيع على ار. القوة اللي عندنا التي مع السنتر، والعشرين كوسين 53 بتعكسها، اذا تي ناقص 20 كوسين 53 يساوي ام الماس اللي هي 2، في تربيع احنا بدنا اياها، والراديس اللي هي 60 سنتيمتر يعني 0.6 متر. لان التي انا بعرف كم بتساوي، التي بتساوي 150 نيوتن معطاه في السؤال. فبنقول هلا 150 ناقص 20 كوسين 53 137.9 138 بيساوي 2 على 0.6 3.3 في تربيع. اذا في راح تساوي تحت الجذر 138 على 3.3 6.4 متر بير سكند. تمام، طلعنا الفي زي ما شفنا. لو كان السؤال الان بحكي لي او بيتكلم عن هوريزونتال سيركل اللي هو بالضبط زي اكزامبل 6.2، اكزامبل 6.2 في الكتاب صفحه 153 الطبعه التاسعه. نفس السؤال تماما، هو معطيني قيمه التنشن 100، معطيني 50 نيوتن، ومعطيني طول الحبل 1.5 اللي هو نفسه الراديوس 1.5 متر، ومعطيني الماس نص كيلوغرام، وبده الفيلوسيتي. بس حكى لي انها هوريزونتال سيركل، يعني دائره افقيه. دائره افقيه يعني هاي الدائره ما في وزن بياثر على محور الحركه، وبالتالي راح يختلف هون انه ما في عندي 20 كوساين 53، راح تكون بس تي تساوي ام في تربيع على ار. لو كان عندي هوريزونتال سيركل زي هيك راح يكون عندنا فقط مين القوه اللي هون، بس التي لحالها. فتي تي تساوي ام في تربيع على ار، بصير الحل هيك اسهل بكثير. بس الحاله اللي هون اصعب شوي. هاي اللي هي اكزامبل 6.2 بيج 153 في الكتاب سيروي الطبعه التاسعه. تمام، الان راح نشوف واحد من اهم الامثله في درس الحركه الدائريه. هذا المثال ايضا هو مثال موجود في الكتاب صفحه 153 اللي هو اكزامبل 6.3. مثال هذا كثير مشهور، هو مثال سياره بتدور على دوار، سياره عمالها بتتحرك على دوار. لو افترضنا مثلا انه في عندي مسار دائري، دوار افقي horizontal circle، وهي السيارة عمالها بتلف عليه بهذا الشكل. الراديوس تبع الدوار نفترض 20 متر،
هاي الأرقام اللي من عندي مختلفة عن أرقام الكتابة شوي من باب تبسيطها. السؤال بيحكي لي إنه مثلاً 1000 كيلوغرام كار